كيفاش نيمبورت كالجان يقدر يكون عنده هوايه ولا حاجه يحبها يحولها لفكره باش يلقى لها فكره وصياغه معينه ويمشي بها المشروع؟ هذه حاجه اساسيه. كما ذكرت عبد الصمد، الامور تغيرت، لان دائما كي نتكلموا على الدراسه وعلى العمل نعرف بان من الصعوبه بمكان ان يجد كل شاب الخدمه اللي راح يحوس عليها. انا نقراو قرينا كاع وكل واحد ربي يشرح داير له طريق في هذه الدنيا، كل واحد واش راح يحكم. وبالتالي ان بلون بي مليح في الدنيا، لازم يكون عندك ان بلون بي. لو بلون بي هو اللي نصيبوه في المجال تاع رياده الاعمال. صح. ما ننساوش ثاني لما نتكلموا على رياده الاعمال ستان ايطا ديسبري، يعني هي نفسيه يعيش بها الشاب، يعني كيما قادر تكون عباره عن مشروع يدخل اموال، كيما قادر يكون عباره كذلك عن مشروع اجتماعي اللي احنا نسموها المقاولاتيه الاجتماعيه. عودا على الفكره اللي ذكرتها، كيف الانسان يحول الهوايه تاعو للفكره؟ احنا عندنا قاعده في عالم رياده الاعمال، ليس كل هوايه تحبها تصلح تكون فكره، لازم لها ثلاث شروط. الشرط الاول لازم تكون عندك قدره على هذا المشروع اللي راك حاب تدخل فيه. معناتها انا عندي نفترض عندي هوايتين ولا وني حاب ندخل مش عارف انا في واحد المجال فيه دراهم كبار ولا غير ذلك، في الوقت اللي ما عنديش الان دراهم، ما كاش دراهم هنا، اذا ما راكش قادر على هذيك الحاجه، لازم لك تروح الحاجه اللي تكون قادر عليها. الحاجه الثانيه بعد القدره اللي هي الفرصه. صحيح. لان بعض المرات كان دي جون ولا يبدا يخطط يكبد ورقه وستيلو ويحلم، من حقك تحلم. صحيح. مي لازم تحلم على حسب الواقع، موضوعي تكون موضوعي. دروك مش عارف انا راني حاب مشروع مثلا في مجال الزراعه وعمري ما دخلت حتى حقل. صح. يعني لازم الافكار تكون متوالمه حسب القدرات تاع الانسان، تكون متوالمه وتكون تفهم شويه في هذيك الحاجه او تكون عندك فرصه. دروك انت راك في عائله تاع طب ولا عائله تاع مثلا قالنا عندها مثلا صيدليه وغير ذلك وتحب هذا الدومين، اذا تنجم دير مشروع في هذا المجال. يعني اذا دائما الانسان يشوف المحيط العائلي تاعو، يشوف المجتمع اللي راه عايش فيه، يشوف الظروف تاعو، لان لما نقراو مثلا قصص النجاح لازم ما تاثروش بهم بزاف لواحد الدرجه انك تنسيك الواقع اللي راك فيه. اذا عندنا القدره، عندنا الفرصه، وعندنا الرغبه. هذو ثلاث امور هم معايير الانسان يركز عليهم. كي نرجعوا للهوايه تدخل في الرغبه، الرغبه شي يقول لك؟ يقول لك لا، كانت عندك هوايتين او ثلاث، اختار الهوايه اللي صح تشوف باللي راك حاب تكمل فيها حياتك، اما باقي الهوايه تحافظ عليها من باب مش دير واحد التوازن نفسي ليكيليبر نفسي. لان دائما نركزوا على رياده الاعمال، نصيبوا بزاف رجال الاعمال ولا تصيبه ناجح في رياده الاعمال لكن مخسر امور اخرى في حياته. صحيح. وبالتالي الهوايه اللي تختارها لازم تكون عندك فيها قدره وعندك فيها فرصه. كجواب مختصر